الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله قاصم الجبارين كبير الظالمين. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال الله عز وجل في الحديث: ليأذن بحرب مني من آذى عبدا مني. وعنه في الحديث: وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وأي حرب هذه التي سيواجهون فيها جبار الجبابرة؟ أطفال ملائكة تنزع أرواحهم ظلما وعدوانا، وأمهات تكالى قد خطفت فلذات أكبادهن، قد خطفت فلذات أحبادهن أمام ناظرهن. ولا تخفى كذلك معاناة الآباء المريرة، وما أشبه مصائبنا بمصائب أهل البيت عليهم السلام. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد قلب نيران. ولكن مع كل زفرة، مع كل زفرة ألم وشهقة فراق، يشتد الوعيد على القتلة من رب الأرباب، ولا سيما مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تتجدد ذكريات مؤلمة خانقة. كلما شاهدت الأم أو الأب خطوات الطلبة وهم يسيرون إلى مدارسهم، وبعد أن أزهروا أرواح شهدائنا الطلبة، ها هم يحاولون أن يرهبوا آباءهم باستدعائهم إلى مراكز الشرطة وتهديدهم، ولكنهم وكما عهدناهم صمود في صمود من صمود وعلى صمود من آبائهم. وإن خطاب والد السيد يوسف الموالي الشهر الماضي وزجه في السجن وتوقيفه 45 يوما بمجرد مشاركته في مسيرة تطالب بحقوقه والقصاص من قتلة ولده، أو استدعاء والد الشهيد السيد هاشم ووالد الشهيد علي الشين هذا اليوم، كل ذلك وغيره من الإرهاب المنهج ضد أشرف الناس لن يثنينا عن مواصلة حراكنا للمطالبة بحقوق هذا الشعب المظلوم والقصاص من قتلة أبنائنا ومن أمر بقتلهم. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار وثبت لهم قدم صدق عندك. اللهم شافي مرضانا وداوي جرحانا وفك أسرانا وانصرنا على من ظلمنا وآلانا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وآل محمد.